السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حبيبتي على قناة وصفتنا زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة من أقوى الوصفات التي كانت تستخدم منذ القدم لتبييض الأسنان باستخدام مكونات طبيعية ومتواجدة في كل بيت. كمكون أول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الزيتون، فزيت الزيتون تعتبر من بين المكونات المفيدة جدا لتبييض الأسنان وتقوية اللثة، وكذلك محاربة الميكروبات والجراثيم، وأيضا حماية الأسنان من مشكل تسوس الأسنان. وستحتاجين كمقدار من زيت الزيتون في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من زيت الزيتون. أما المكون الثاني في هذه الوصفة الخاصة بتبييض الأسنان بطريقة طبيعية، ستحتاجين إلى قطعة خبز. تقومين بأخذ الخبز وتقومين بوضعه على نار هادئة جدا، ثم تتركينه إلى أن يتم حرقه بالكامل، وبعد ذلك تقومين بطحنه في الخلاط الكهربائي وتصفيته وغربلته إلى أن تحصلي على مسحوق الخبز الناعم جدا، وبعد ذلك يمكنك استخدامه في هذه الوصفة إلى لتبييض الأسنان والتخلص نهائيا من مشكل الجير والتصبغات وأيضا مشكل الرائحة الكريهة. وستحتاجين كمقدار من مسحوق الخبز المحروق إلى 2 معالق كبيرة من هذا المسحوق لتبييض الأسنان. بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية لتبييض الأسنان، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة استخدام الوصفة وطريقة التحضير. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة. تأخذين إناء ثم تضعين فيه 2 معالق كبيرة من زيت الزيتون، وكذلك مسحوق الفحم المحروق المكون من الخبز المحروق، ثم تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح عجينة متماسكة، وبعد ذلك تقومين باستخدام هذه الوصفة أو الخلطة لتبييض الأسنان لك ولطفلك أيضا الصغير. وأما فيما يخص طريقة استخدام الوصفة، فكل ما عليك هو أخذ فرشاة تقومين بغمسها في هذا الخليط، وتقومين بفرك الأسنان جيدا باستخدام هذا المزيج لمدة 5 دقائق، وتكررين هذه الخطوات أو هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة 2 أسابيع، وستحصلين في الأسبوع الأول بعد استخدام هذه الوصفة بشكل متواصل أي بشكل يومي على أسنان بيضاء خالية من الجير والتصبغات. وأيضا هذه الوصفة ستساعدك على حماية أسنانك من مشكل تسوس الأسنان. هذه هي الوصفة الأولى. أما الوصفة الثانية فيمكنك الاعتماد على أيضا على الكركم وزيت الزيتون، وكذلك زيت جوز الهند وبيكربونات الصوديوم. تقومين بخلط هذه المكونات حتى تتجانس، وبعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة لفرك الأسنان جيدا لمدة 5 دقائق، وتكررين هذه الوصفة أيضا يوميا لمدة أسبوع بالكامل، وستحصلين على نتائج جد جيدة إن شاء الله. كانت هذه هي وصفاتنا لهذا اليوم الطبيعية المستوحاة من أجدادنا. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حبيبتي على قناة وصفة نس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة من أقوى الوصفات التي كانت تستخدم منذ القدم لتبييض الأسنان باستخدام مكونات طبيعية ومتواجدة في كل بيت. كمكون أول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الزيتون. فزيت الزيتون تعتبر من بين المكونات المفيدة جدا لتبييض الأسنان وتقوية اللثة، وكذلك محاربة الميكروبات والجراثيم، وأيضا حماية الأسنان من مشكل تسوس الأسنان. وستحتاجين كمقدار من زيت الزيتون في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من زيت الزيتون. أما المكون الثاني في هذه الوصفة الخاصة بتبييض الأسنان بطريقة طبيعية، ستحتاجين إلى قطعة خبز. تقومين بأخذ الخبز وتقومين بوضعه على نار هادئة جدا، ثم تتركينه إلى أن يتم حرقه بالكامل، وبعد ذلك تقومين بطحنه في الخلاط الكهربائي وتصفيته وغربلته إلى أن تحصلي على مسحوق الخبز الناعم جدا، وبعد ذلك يمكنك استخدامه في هذه الوصفة إلى لتبييض الأسنان والتخلص نهائيا من مشكل الجير والتصبغات، وأيضا مشكل الرائحة الكريهة. وستحتاجين كمقدار من مسحوق الخبز المحروق إلى 2 معالق كبيرة من هذا المسحوق لتبييض الأسنان. بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية لتبييض الأسنان، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة استخدام الوصفة وطريقة التحضير. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة. تأخذين إناء ثم تضعين فيه 2 معالق كبيرة من زيت الزيتون، وكذلك مسحوق الفحم المحروق المكون من الخبز المحروق، ثم تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح عجينة متماسكة، وبعد ذلك تقومين باستخدام هذه الوصفة أو الخلطة لتبييض الأسنان لك ولطفلك أيضا الصغير. وأما فيما يخص طريقة استخدام الوصفة، فكل ما عليك هو أخذ فرشاة تقومين بغمسها في هذا الخليط، وتقومين بفرك الأسنان جيدا باستخدام هذا المزيج لمدة 5 دقائق، وتكررين هذه الخطوات أو هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة 2 أسابيع، وستحصلين في الأسبوع الأول بعد استخدام هذه الوصفة بشكل متواصل أي بشكل يومي على أسنان بيضاء خالية من الجير والتصبغات. وأيضا هذه الوصفة ستساعدك على حماية أسنانك من مشكل تسوس الأسنان. هذه هي الوصفة الأولى. أما الوصفة الثانية فيمكنك الاعتماد على أيضا على الكركم وزيت الزيتون، وكذلك زيت جوز الهند وبيكربونات الصوديوم. تقومين بخلط هذه المكونات حتى تتجانس، وبعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة لفرك الأسنان جيدا لمدة 5 دقائق، وتكررين هذه الوصفة أيضا يوميا لمدة أسبوع بالكامل، وستحصلين على نتائج جد جيدة إن شاء الله. كانت هذه هي وصفاتنا لهذا اليوم الطبيعية المستوحاة من أجدادنا. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.